على مسافة 2000 كيلومتر إلى أقصى نقطة من الحدود الجزائرية المالية، حيث تعانق الكثبان الرملية الذهبية صفاء السماء من الغيوم والانبساط الممتد إلى طرفي الأرض، جمال فائق التصور يسمو بالعقل البشري المتأمل لأعلى منافذ الوجود، وكأن الرائي على حافة الكون لا خيال. وفعلوا الخير أمل الكثير من الجزائريين، وفعلوا الخير برنامج يريد أن يعطي هذا التوازن الجهوي بين كل مناطق الجزائر، يشرق يغرب يروح للشمال ينزل للجنوب، وهكذا نحسوا جميعا كامل الجزائريين أينما كانوا مسؤولين وغير مسؤولين بأننا جميعا متضامنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أصعب الحياة حين تخوضها وحدك مرغما على إكمالها بقلب فارغ متآكل أجوف، فلا ظل يظلك ولا كتف يسندك. تروي هذه الأم المكلومة وقد حفر الزمن والظروف القاسية في تجاعيد وجهها ونظراتها المتشائمة للحياة تفاصيل كل دقيقة قضتها وتقضيها بين جنبات خيمة يخيل إليك أنها في العصور الغابرة. رانا في برج باجي مختار، يعني طبعا داخل مجمع سكاني تحت المدينة، ورانا زرنا هذه العائلة. طبعا هناك العشرات من العائلات الذين يعيشون في ظروف قاسية، اخترنا لأنه فعل الخير هو برنامج لا يستطيع أن يفعل المستحيل، ولكن يقدر يدير أمور اللي يقدر يديرها معاكم أنتم أخوتي الجزائريين. نقدروا إن شاء الله نقلعوا الغبينة ونمسحوا الدمعة ونخفوا على هاد الناس. هنا في هذا الدار اللي راني نشوف، طبعا هذا الدار غير عاطينها لهم، ماهيش دارهم هذه، غير عاطينها لهم، والأغلبية تاع الوقت عايشين في هذه الخيمة، في هذه الخيمة. ولكن سمعوا شحال من واحد عايشين هنا في هذه الخيمة. الحاجة تعيشي هنا أنت وبنتك. بنتك شحال عندها من ولد؟ بنتي واحدة عندها ولدين، واحدة عندها ثلاث عزب، وولدي منيا وليدات واثنين زايبة أطفال. وليدي واحد ما هو. الصغار شحال صغار؟ سبعة؟ صغار سبعة. سبعة صغار، ما كانش اللي يقرأ فيهم، رمعة صغار. صغار سبعة، الكبير منهم طفايل بيكم كان هون مأترك. إن شاء الله. والولد وين راه الولد؟ الولد الآن وين راه؟ الولد ماني عارفة، قاع اليوم كانوا حي والله مية تمشي، بعد سمعت إنه حكمته الحم، ما رأيت له قاع طيسان معه على باه. شحال راه من اللي راح؟ مشي وخلاص يلوذ الخدمة والله. لا الحاجه زعما مشى يخدم، ما راكمش عارفين الان راه حي ولا راه ميت. ماني عارفه كان حي بعد غير وتجع، لانه خاوتي هنايا وحتى خاوتنا في الجمعيه تاع ناس الخير عندهم يعني فرقه تاع البحث. مؤخر لقى واحد من قلبه متوفي، لانه الصحراء هنا لما الناس يجوا جايين من رقان ولا يجوا جايين من الاضرار ولا يجوا جايين من تمر راسط، ما كانش طريق يعني الا فترات، فهي صحراء شاسعه، وكاين الناس اللي يتودروا يخرجوا على الطريق يتودروا حتى يلقوهم موتى. مؤخرا يحكي لي خويا احمد غير مؤخرا حتى لقى واحد من قالما ميت مسكين، يعني تودر وكتله العطش، فهذه ولدها راح خرج باش يطلب العيش، لان هاد الناس ما عندهمش ما ياكلوا. كانوا ما عندهمش مدخول، راح باش يخدم باش يجيب لهم، راهم للان ما عارفينش لا راه حي ولا راه ميت. الله قولي لي الحاجه، هنا تعيشوا في هاد الخيمه؟ وين ترقدوا؟ وين ترقدوا؟ نرقدوا هو في الليل، نرقدوا هنا وفي النهار ندخلوا هنا وندخلوا في الدار. ما تخافوش هنا العقرب ولا ما تخافوش؟ بو ما الحمد لله ما جاءتنا.
واش تاكلوا؟ منين تجيبوا الماكله تاعكم؟ لا اللي راينا ناكلوا. كيما السنه الحاجه مثلا البارح واش تعشيتوا البارح؟ البارح تعشينا لا بمكرونه. مكرون؟ اه والله. شوفي الحاجه، عندكم واحد يخدم عليكم ولا يجيب لكم ولا يعطيكم دراهم ولا؟ ابدا لا باس. ما كانش؟ ما كانش. تركي مشى وغير ما جبروا الخدم. طاي الواحد كان هون ومشى شرب، ماني عارفه وين قاعد. كبعد في السياره رفض شوي كيش وهون ومشى. واحد ليه قاعد قريب من 20 يوم. 3 سنوات ليه ولا 4. هو اللي قلت لك مشى يخدم وسمعت انه قابض طول الحمل. فذي برضه شرب السياره الله كمينة ولا ما. باش سمعتي الحاجه، عندك تليفون؟ عندي تليفون غير ما هي اللي قالتها لي، قالوها لي لا الناس جابرينها خبر خبروا لا في تليفون ثاني ولا السيارة. يعيش سيد أحمد بعالم آخر ليس بعيدا عن أجواء الفقر، يلتفت بكل براءة يمينا وشمالا ويتحدث بكلمات بسيطة عن حياة يحياها بين جدران وأسطح الفقر. اللبسة تاع وليداتك اللبسة يعني لبسة مقطعة وبالية، ما عندهمش لبسة؟ ما عندهمش؟ عندهم لا الخرطة تعطيهم لهم الناس تشوفهم الكوميس جاي يعطوهم غير منا. اه والله لا الناس تعطيهم الخرطة لكم، ما يعطوهمش الناس يقعدوا. اه والله خارج حق يعطينا ملي حولي جديد ونلبسوه. والله الحمد لله حق عمر المسلمين وعمركم يا مولاي. الحمد لله. والماء، الماء راني نشوف الماء تحجروا في البتيات هذه. اه والله لا لين نجر بين نذكروا البتيات وشي منهم لين وشي منهم ما هو لين لا طارحين. وعندي الناس بتيات ثلاثة قعمهم لي، واحدة الصعلية والبادينة. واش تتمني الحاجة؟ واش تتمني؟ واش تقولي للشعب الجزائري باش نعاونوك ان شاء الله؟ واش كي متمنية؟ واش حابة يكون عندك ان شاء الله ولوليداتك ووليدات بنتك؟ أول لا يعطيكم منيتكم ان شاء الله، باقي يعطيه لي ولكم الله، باقي تعدل لي دار وباقي نحيا فيها كيف الناس كان، وباقي وليداتي هذوما يطلعوا العدو حيين يطلعوا لهم ينعطوا لهم كواعطي تموا يخدموا معاكم. ان شاء الله. ان شاء الله العدو حي. ان شاء الله. وليداتي لا ثلاثة. هذا وليدك؟ الله. اعطيني تشوف الميكروفون، اعطيني الميكروفون. اقدر تشوف. اقعد هكذا. صباح الخير. كي سموك؟ كي سموك؟ اسمي سيد احمد. اسمك سيد احمد، راك لاباس؟ سيد احمد من وقت من وقتاش وانت تعقل روحك هكذا في هالظروف مع عائلتك؟ من وين انت؟ من وين انت؟ شعار وانتم عايشين هكذا؟ ما تعرفش؟ واش تقول سيد احمد؟ قولنا حاجه، واش تقولنا؟ نعاونوك، شنو نديروا لك؟ نديروا لك شنو نديروا لك؟ ايه تشوف قال ديروا لي كواغط، يعني هنايا لما تواصلنا مع السلطات المحليه اغلب يعني كاين اغلبيه تاع السكان تاع برج باجي مختار ما عندهمش الوثائق الاثباتيه للشخصيه تاعهم للهويه تاعهم، يعني وهذه ان شاء الله رساله راه على بالهم بها النواب تاع المنطقه مجلس الولائي كل المسؤولين على بالهم بها، يعني مشكله، وهذه رساله الى كل السلطات المركزيه ولا المحليه باش تسوى هذه الوضعيه. الناس مساكن راهم في الخيم برا مقابلين الدواب تاعهم ما عندهمش كوارط، يعني الابناء ما عندهمش كوارط. نسال الله تبارك وتعالى ان شاء الله ينظر في مسالتهم ويندالهم، لان هؤلاء جزائريين، منهم اللي راه في الداخل المالي ومنهم اللي راه لهنا، وهذه اشكاليه كبيره. نتمنى ان شاء الله ان الرساله ان شاء الله توصل الى السلطات وتنحل اشكاليتهم ان شاء الله تبارك وتعالى. تهدر سيدي احمد اهدر، قول حاجه، قول اطلب لنا ربي يا ربي عيننا وعينكم ان شاء الله. اسمح لي كاع اللي راكم تشوفوا فينا في الداخل وفي الخارج، اللي عنده مقبول، اللي عنده مريض، اللي عنده ميت، اللي راه ربما عايش عيشه الحمد لله، قولوا امين، لان مثال هذا سيد احمد، مثال هذا سيد احمد ما كانش ان شاء الله بينه وبين ربي عز وجل حجاب،
أي دعاء ربما يتقبله ربي تبارك وتعالى. فاطلب ربي عز وجل، اطلب لهذه الناس اللي يعاونوكم. نعنا وعينكم إن شاء الله، نعرض من تاني إن شاء الله، يعطيكم الإعانة إن شاء الله عند الله. إن شاء الله يا ربي يعيننا ويعينكم. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. دايرتها لكم عند مولانا إن شاء الله، الله يعينكم ويعاونكم يعطيكم من يدكم. آمين يا رب. يلقيكم الخير يا مولانا والعافية يا رب، فيكم حد يا مولانا، يعني كل زائرين يا مولانا يعمركم. آمين. خيركم يا مولانا دارتها لكم عند مولانا، الله يفتح لي الضعيفة ولاني عارفة الكلام يفتح لي. خير بعد دارها لكم عند مولانا إن شاء الله، لا الخير والعافية إن شاء الله تجبروا. يعطيكم مناكم يا مولانا، يسلككم بلا المخلوقات كاملة يا رب العالمين. ادعي للبلاد الحاجة تالي الله يعافيك، طب يا ربي الجزائر يا مولانا، للجزائر كاملين يا مولانا بعيد وقريب. يناديكم النبي صلى الله عليه وسلم، يناديكم رب العالمين، يناديكم الضمير، يناديكم كل واحد اللي عنده حاب ولاده ينجحوا، حاب الصحة والعافية، حاب الرحمة لوالديه. ها هو طريق الجنة، ها هو جسر إلى الجنة. رافعين أكفهم إلى السماء بدعوات كلها خير وبركة، ودعناهم على أمل العودة إليهم مجدداً وقد تبدل الحال، ودعناهم وقد أزدلت الشمس خيوطها على ضوء الشفق الأحمر في انتظار يوم جديد، ضوء جديد وأمل جديد.